هنا كما تشاهدون قيل لنا بأن هذا المكان كان مكتبا للتجنيد، وعندما نقول مكتب للتجنيد أي أنه كان يجند المتطوعين للالتحاق بصفوف جيش التحرير بنى ثورة التحرير. دائما معنا أخ طاهر، ماذا تعرف عن هذا المكان أو هذا المكتب؟ هذا المكتب كان هو مكتب الاجتماعات، أي مجموعة عندها قضية هنا في البر هذا هو المركز نتاعها. واحد رايح يجند، رايح يطلع سلاح، رايح يطلع دراهم، كانت مجموعات هنا دايرينها. ريدة ميلود بن عبد الله ومحمد بن عبد الله وكاين ابراهيم الهردي، كانوا يلموا دراهم هنايا تاع لموا دراهم ويعطوها لابراهيم بن علي، يتلاقى المجاهدين هنايا يدوها من هنا. هذا هو المقر نتاعنا، مقر تلاقاوه هنا. وكان ريده دحمان دايرينو نتاع سلاح، يشري السلاح، يلم السلاح هنا اللي عند مقحله، اللي عند خماس، اللي عنده استاذ يروح يجيبها من عندهم، اللي حاجه هنا منها تطلع. كذلك المواد الغذائيه يروحوا الناس يشروها من مسعد ويجدوها يحطوها هنا في البر. بعد هما يجوا المجاهدين يتلاقاو هنا ويهزوا لنا هذيك يدوا. هذه هي اللي نعرفها عن المنطقه هذه.